السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة. النهاردة إن شاء الله استكمالا للمسيرة التعليمية بتاعتنا هنكمل موضوع تكيس المبايض وأكياس المبايض للمرة الثانية للمرة الثالثة للمرة المليون، ودي غالبا رابع حلقة على التوالي هتكلم في الموضوع ده. تكيس المبايض مش أكياس المبايض، ده موضوع وده موضوع. تكيس المبايض حاجة لا تستدعي الهلع والفزع اللي الناس بتيجي فيها. تكيس المبايض ببساطة هو اختلال في التمثيل الغذائي انعكس باختلال هرموني انعكس على المبيض، ان المبيض ما بقاش فيه تبويض او التبويض او عملية الإباضة اختلت، وبالتالي ما فيش دورة شهرية او دورة شهرية بتتأخر عند البنت او السيدة المتزوجة، وبالتالي ما فيش خصوبة أو الخصوبة قلت أو فرص الحمل قلت. تكيس المبايض لا يمنع الحمل ولكن يؤخر الحمل. تكيس المبايض مش بيسبب ألم. تكيس المبايض الجراحة حل متأخر جدا ليه. 99% من الحالات بتتعالج علاج دوائي وإنقاص الوزن، هو حله هو إنقاص الوزن. هي البداية كانت مشكلة إن الهرمونات اختلت بسبب التمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي سببه عدم توازن في الأكل مما أدى إلى السمنة. السمنة غيرت دورة الهرمونات، ده انعكس على المبيض إن التبويض قل، وبالتالي في تأخر للدورة في تأخر للحمل. إذن بلاش حالة الفزع أو الهلع الناس بتيجي فيها لما يتقال لها أنت عندك تكيس مبايض، وبتخلط الموضوع بقصة الأكياس. هو إيه ده، أنا عندي تكيس؟ ده التكيس هينفجر، التكيس عامل لي ألم، التكيس هيتعمل عملية؟ مفيش حاجة اسمها كده خالص. التكيس هو عبارة عن إن التبويض بس مختلف، كل البويضات اتحبست تحت سطح المبيض في شكل العقد أقل من 10 ملي زي ما شفنا الصورة المرة اللي فاتت، والصورة دي صورة مشخصة جدا للمرض عن طريق الموجات الصوتية. مفيش منه أي خطر جراحي خالص، يعني لا هينفجر ولا هيعمل مشكلة ولا بيعمل وجع أصلا، يعني حتى الوجع بتاع الدورة العادية ما بيجيش مع التكيس لأن مفيش تبويض. هي دي القصة اللي أنا لازم كل حلقة أكد فيها لغاية ما الناس تفهم الموضوع ده، لأن لغاية دلوقتي الناس سبحان الله يعني بقالنا 4 حلقات بنتكلم عليها، وفي وسط الشغل وفي وسط الاسبوع الاقي الناس داخل عليا الحق ده قالوا لها عندها تكيس، هو ده احنا كده محتاجين عمليه، هو احنا كده مش هتخلف. مش موضوع بسيط خالص، ابسط من كده، مجرد ان هي تخس في وزنها وترجع لوزنها المثالي الموضوع كله هيتحل. النهارده هنكمل المسيره وهنكلم عن اكياس المبيض. اكياس المبيض هو ده اللي ساعات برضه مش دائما بيبقى مشكله، لانه ليه انواع كتير وعلى حسب النوع بتكون المشكلة أو بتكون حلها. ناخد النوع الأشهر على الإطلاق وهو الأكياس الوظيفية، ودي حاجة برضو بسيطة. الأكياس الوظيفية دي بتطلع ليه برضو هو اختلال في التبويض. هي البويضة كده كده بتبقى شبه الكيس أو بتبقى عبارة عن كيس مصغر، الحويصلة بتاعت البويض. ليه كل شهر هتكبر تقريبا، هتبدأ من حجم أقل من 10 ملي، تكبر على مدار الدوره الشهريه لغايه ما توصل من 18 ل 24، وده الحجم المثالي لانطلاق البويضه من الحويصله بتاعتها. انطلقت البويضه من الحويصله بتاعتها، بتتحول بعد كده الحويصله دي لحاجه اسمها كوربس ليوتيم او الجسم المصفر، وده ليه وظائف بعد كده هنبقى نقولها ان شاء الله لما نيجي نشرح الفسيولوجي بتاع الدوره الشهريه. في بعض الاحيان البويضه ما بتخرجش من الحويصله بتاعتها، تستقر على الحل بتاعها ما بتنطلقش، وبالتالي الحويصله دي ما بتندمرش او ما بتتحولش للجسم المصفر، وبالتالي بتبدا تشكل لنا كيس. الكيس ده طول ما هو اقل من 6 سنتي تقريبا او من 7 سنتي لا نتدخل فيه جراحيا. هيسبب شويه الم، هيسبب شويه الم، ليه علاج دوائي، لكن ما نجرفش برضه ورا الجراحه على طول في الاكياس الوظيفيه. انت ممكن هتشوفها النهارده كمان 15 يوم بالظبط ممكن ما تلاقيهاش. الناس بتبقى مستعجبه جدا، يعني هي بنفس ناس بقت ناس في ناس واعيه جدا
بتشوف صورة السونار بتاعها على الشاشة بتاعة الجهاز، وبتبقى واخدة بالها جدا من الحجم الكيس اللي ظاهر عندها. بس إذا فجأة بعد شهر أو بعد 15 يوم ما نرجع نعيد الموجات تاني، بنكتشف إن هو الكيس اختفى تمام. وممكن تكون راحت لحد من الأطباء المنجرف ناحية الجراحة، وخد أول ما شافه قال بس احنا لازم نعمل منظار او نعمل جراحه عشان نشيله، ويبدا يخوف المريضه برضه ويدخلها في الفزع ده، ويقول لها ان هو ده ممكن ينفجر في بطنك، ممكن يعمل لك نزيف داخلي، ممكن يحصل له التواء وغرغرينا في المبيض. والكلام ده كله واهي، يعني احنا لا ننجرف ابدا ناحيه الاكياس الوظيفيه. حتى في اكياس حجمها كبير يوصل اكتر من 6 سنتي، والعلاج الدوائي بيقدر يسيطر عليها تمام. ده نوع مش محتاج أي حالة فزع، أو محتاج إن حد يبدأ ياخدنا في سكة الجراحة. الموضوع مش مستدعي جراحة خالص، إلا لو لا قدر الله ليه متطلبات معينة. تاني نوع هي الأكياس الدموية، وأشهرهم هو أكيد بنسمع اللفظ ده كيس الشوكولاتة، اللي هو مرتبط بمرض بطانة الرحم المهاجر. هو ده النوع اللي بيسبب بقى ألم شديد، وبرضه لا انجرف ناحيته في الجراحات إلا لو وصل لحجم معين أو عامل أعراض معينة. لدرجة إن إحنا حتى بقينا دلوقتي لما نيجي نشتغل حالة تأخر حملة أو حالة حقن مجهري ونلاقي كيس الشوكولاتة، زمان كان يقول لك لازم تخش تشيله قبل عمليات الحقن المجهري عشان يديلك نتائج أحسن، والكلام ده خلاص بقى باطل دلوقتي، دع الفتنة نائم. انت مش محتاج تخش على كيس برضو شوكولاتة 4-5 سنتي تشيله قبل عملية الحق، هو كده كده انت بتعمل التشطيط بتاعك عادي وبتسحب بويضاتك وهو موجود، ولو حصل حمل بيندمر. وان قصة اصلا بطانة الرحم المهاجرة دي بتنتهي تماما مع الحمل، هو خلاص هي علاجة ناتحة، يعني هي بتاعت مريضة بطانة الرحم المهاجرة هو الحل بتاعها ان هي تحمل، حملت خلاص، هو مرض كده خلاص مش موجود، ممكن ينشط تاني بس بعد كده خلاص حملت خلاص كده هي القصة بتاعتها خلصت. ف ايه الفكرة؟ الفكرة ان انا لو دخلت قعدت اشيل في هذه الاكياس كل شوية، انا باخد من مخزون، انا قاعد بسحب من مخزون. يعني ان انا اشيل كيس وظيفي او اشيل كيس شوكولاتة او كيس، اي كيس بشيله من المبيض انا بحرق في مخزون المبيض. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، البنت بتتولد بعدد معين من البويضات، العدد ده غير قابل للزياده، هو قابل للنقصان. انا ماشي في رحله ومعايا مبلغ معين قاعد بصرف منه، محدش هيديني فلوس في الطريق، انا كل محطه بصرف فيها فلوس من اللي معايا لغايه ما اوصل لاخر الطريق بتاعي واكون خلصت تمام. اذا المبلغ اللي بيبقى معايا غير قابل للزيادة وقابل للنقصان على طول، فمش محتاجة أخش كمان جراحيا وجراحة غير ضرورية أو جراحة خاطئة، أفضل أحرق في مخزون المبيض. إن كان فحتى في الناس اللي لسه بتعمل عمليات المناظير وتثقيب المبايض لعيانين التكيس، أو بيعملوا مناظير عشان يشيلوا الاندومتريوما أو كيس الشوكولاتة من المبيض قبل عمليات الحقن المجهري أو عمليات تأخر الإنجاب عموما. ده مفهوم خاطئ وممارسة خاطئة جدا اللي الناس لسه بتعمله لغاية دلوقتي. أي جراحة على المبيض بتقلل من مخزون المبيض، لأن ده بنشوف ناس وعندها 25 سنة وقالوا لها فلان الفلاني ده أحسن واحد بتاع مناظير وأحسن واحد بتاع تأخر الحمل، وطبعا عند فلان الفلاني وبتطلع من عنده بمخزون مبيض زيرو. يعني هي كانت داخلة مشكلة بسيطة، مشكلة التكيس أو مشكلة بطانة الرحم المهاجرة، هي طلعت من عنده بصفر مخزون مبيض أو بانهيار في المخزون المبيض. يعني الحاجة اللي كانت هتعالج دوائيا خلاص، هي هو دخلها في فشل مبكر لوظائف المبيض وقضى على مستقبلها تماما، ودي مصيبة، ودي مصيبة وجريمة، مش مصيبة بس. ده تاني نوع، وهنتكلم بالتفصيل عنه إن شاء الله لما نيجي ناخد بطانة الرحم المهاجرة. بطانة الرحم المهاجرة ده محتاج حلقات مش حلقة واحدة. تالت نوع، وده مش مشهور، وده صراحة
اللي ليه بقى جزء فعلا يخوف، وهو الأكياس المرتبطة ببعض الأورام أو السرطانات للمبيض. ودي أنواع كتيرة برضه، إن شاء الله لما نيجي نتكلم على الأورام هناخدها. بس أنا بدأ يشد انتباهي إن في بنات صغيرة بتيجي بأورام في المبيض. معروف إن معظم الأورام المبيض مرتبطة بالسن الكبير شوية. في بعض الأنواع خاصة بالأطفال أو بالبنات الصغيرة، بس عموما يعني سرطان المبيض مرتبطة بكبر السن. لكن اللي بدأنا نشوفه دلوقتي وهو وجود الأورام دي عند الأطفال أو البنات الصغيرة. مش عارف ده بقى ممكن يكون بسبب الثورة اللي احنا فيها بتاعت الأكل الجاهز والأكل المصنع والحاجات اللي أجركم الله والمواد الحافظة اللي انتشرت في كل حاجة، وإن الأطفال بطلت تاكل خضار وتشرب لبن وتاكل بيض وتاكل كل ما هو مفيد، بطلوا ياكلوا المفيد ويتجهوا دائما ناحية الفاست فود. هي دي المصيبة اللي احنا فيها دلوقتي، وده غالبا دلوقتي كل الدراسات بدأت تؤكد على إن قصة الفاست فود والحاجات المصنعة والحاجات اللي فيها مواد حافظة هي سبب الكانسر بتاع الأطفال. يا ريت نحذر من حاجة زي دي، وريت أنا لو طلعت من الحلقة بالمعلومة دي بس أنا كده مبسوط جدا. إني لا يعني خلوا الأطفال ترجع للحاجات اللي إحنا نشأنا عليها. إحنا ما كانش أيامنا كمية المصنعات دي كلها. لا يعني خلينا نرجع للأصل، الحاجات الطبيعية. وهو ليه الطفل ما بياكلش خضار؟ عشان انت مش بتاكلي خضار. ليه الطفل مش بيشرب لبن؟ عشان انت بتقولي قدامه ان انا بقرف من لبن او ما بحبش اللبن. وخدي بالك، هو طفلك هياكل زيك ويشرب زيك، عمرك ما تقدري تضحكي عليه. عمره ما هيشوفك انت مثلا قاعدة تشربي مياه غازية، بلاش ذكر اسماء عشان ما اخشش في مشاكل، وجايبه له كوبايه اللبن وهيشرب زيك لبن، هيشرب لبن وانت هيسيبك تشربي الحاجه الساقعه. نيفر نيفر، عمره ما هيحصل الكلام ده. هو عمرك ما هتضحك عليه، هو هيشوفك بتشرب لبن هيشرب لبن، هيشوفك بتاكل خضار هياكل خضار، هيشوفك بتاكل بيض هياكل البيض، هيشوفك على النقيض بتعملي بقى الباد هابتس دي، العادات السيئه في الاكل، بتجيبي على طول اكل من بره، هيحب الاكل اللي بره جدا. لما يجي حتى مع زميل عند حد يلاقي أكل طبيعي مش هيحب الأكل ده يعني. ودي بنشوفها صراحة كتير. يعني أنت مثلا في البيت على طول ديليفري، على طول فاست فود، لما تبقى مع زميل عند حد هتلاقي طفلك متفزز قوي من الأكل اللي محطوط بقى، الحاجات الناتشورال بقى، لو شاف سلطة مش هيقرب لها، لو شاف بقى الحاجات اللي معمولة في البيت كانت لحوم ولا فراخ ولا خضار، لا هيقعد بقى على جنب كده ويقول لا اصل انا باكل كذا، اصل انا ماما بتجيب لي كذا في البيت. الاطفال ما حدش بيضحك عليهم. لازم نبدا بنفسنا، لازم نرجع نبدا بنفسنا تاني. نرجع للخضار، نرجع للحوم، نقلل النشويات في الاكل، نقلل الفاست فود عشان نبدا نبني جيل صح. لكن المشكله ان احنا خلاص احنا في جيل دلوقتي بينهار بدنيا. بتلاقي الطفل المشاكل السمنة في الأطفال زادت قوي، ودي هنتكلم عليها في الفقرة الثانية إن شاء الله. قلة الحركة زادت في الأطفال، مشاكل السكر، مشاكل يعني في أطفال دلوقتي لو مشيت مثلا 50 متر بتتعب، مش قادر يكمل. هو متعود على العربية ومركب حد، متعود حد يركبه حاجة، مش قادر يمشي. غير بقى مثلا برضو الجيل بتاعنا يعني اللي هو يعتبر آخر جيل نشأ صح، يعني كان متعود نمشي بنلعب رياضة بنعمل أجسام طلعت صح على كل حاجة. لكن دلوقتي احنا قدام أجيال فعلا بتنهار، لازم ناخد بالنا. انت عمرك ما هتضحكي على طفل، حاولي ما تبقيش أنانية. بصي للطفل ده، بصي لمستقبل الطفل، بصي لمستقبل جسمه. بصي بعد كده لو عندك بنت، البنات دلوقتي بنلاقي عندها تكيس سن صغير جدا برضه بسبب القصة دي. ما هو زي ما قلنا قصة التكيس ده هو مشكلة تمثيل غذائي، مشكلة تمثيل غذائي بحتة. وعموما أول ما بنشوف برضو الناس في خلال شهر عملت بدأت تعدل التوازن وتخس وتاكل بروتين وخضار وتقلل النشويات ووزنها ينزل، التكيس بيروح تماما. حتى هي بتبقى فرحانة ومبسوطة بالحركة بتاعتها وإحساسها الجديد. لا أنا كنت كل ما أتعب أمشي بنهج نيمانة على طول، لا حاسة بفرق في جسمها.
يا ريت يا ريت يا ريت ناخد بالنا من القصة دي. فكنت بتكلم على قصة سرطانات الأطفال عموما أو المبيض بدأت تظهر بشكل مفجع جدا ومفزع جدا الفترة دي، ودي ليها متطلبات. يعني مش أي كيس برضه أشوفها عند بنت صغيرة أو سيدة عموما أجري وأفزع الناس وأقول لا أنا شاكك في كذا أعمله دلالات أو رغم. لا، ليها صفات وليها قياسات معينة. يعني برضو الكلية الملكية عاملة اندكس كده بيتحسب ان هو امتى انا احول المريضة دي وابدأ اعمل لها فحوصات اعلى او تحاليل دلالات اورام، وامتى لا خلاص لازم اطمنها واقول لا ده كيس اللي انا شايفه ده حاجة سيمبل جدا، او كيس ده ما فيهوش مشكلة واحنا مش محتاجين نجو اون، احنا بس ايه كونزرفاتيف، يعني مجرد العلاج بالانتظار او العلاج الدوائي الموضوع هيتحل والمشكلة هتبقى مش موجودة أساسا. دي قصة الأكياس. الحاجة برضو اللي عايز أتكلم عليها قصة زيادة بطانة الرحم، برضو مرتبطة بنفس القصة. ربنا يحفظنا جميعا كده. قصة سرطان بطانة الرحم مرتبط بشكل وثيق جدا بزيادة الوزن والسمنة المفرطة. زي ما اتكلم كده مع ضيفي في الفقرة الجاية على موضوع السمنة، وهو مش مرض، ده مجموعة من الأمراض المتلازمة مع بعضيها لا تأتي فرادى أبدا. هتلاقي السمنة زي ما نقول هتلاقيها مرتبطة بحاجات كتير كده هنقولها بس عشان ما نحرقش الفقرة التانية. لازم ناخد بالنا من القصة دي يا جماعة لو سمحتوا. لو هيعرض لي الأستاذ محمد الصورة بتاعت الكيس، دي الصورة دي أنا برضو مصورها من عندي، مش جايبها من عندي، زي ما نقول الموضوع ده مشهور جدا. والصورة دي بعد شهر بالظبط اختفت، يعني كيس وظيفي بعد شهر بجد بالظبط ما كانش موجود. زي ما نقول بلاش حالة الفزع والهلع وإن احنا نقع في إيد ناس، مش هقول بقى يعني أنا مش هذكر أخلاق حد وكل واحد مسؤول عن نفسه، يعني في الطب كل واحد أنت المفروض بتشتغل بالكتاب وبضميرك، طلعت بره كده فأنت خلاص أنت ربنا هيحاسبك عن المريض اللي وقع تحت إيدك. مش بس دفعته فلوس زيادة في حاجة، لأ ده مش كده تصرف الفلوس، لأ ده أنت عملت إجراء مثلا جراحي غير مطلوب للمريض. وأنا شفت ناس، والله شفت ناس، هو قال للمريضة احنا انت عندك كيس وهيتشال جراحية، والمريضة معايا صدقته وقال لها خلاص احنا بعد الدورة هنخش العمليات على طول، عشان احنا عمليات الناس عادة بنعملها بعد ما الدورة تخلص. وايه المفاجأة؟ يجي المفاجأة ان هو خلاص ما شافش المريضة بقى غير يوم العملية، بيفتح بطنها وملقاش الكيس للأسف. يعني هو يعني انت متخيل هو بس لو كان فكر بس يعمل يعيد الموجات الصوتية تاني بعد ما الدورة مشيت على طول، او بعد انت الدورة ما كانش لقى الكيس اللي هو خد عليه قرار الراحة ده كان اختفى. ففعلا يجي يعمل يوم العمليات يفتح البطن ويبص على المبيضين يلاقيهم سلام تماما، انت فين الكيس اللي انا شفته مش موجود. والبنت او للاسف بيبقوا ساعات بنات يعني انسات، البنت بطنها اتفتحت كده بخسارة وببلاش طبعا، عملت عملية اتحسبت عليها كده. وهتلاقي بعد شهر على فكرة الكيس ممكن يكون رجع تاني. يعني تخيل بقى انت هتدخلها كم مرة بقى عمليات بهذه الطريقة. لا يعني ما ينفعش كده خالص. كل حاجة يعني احنا مع تطور الطب دلوقتي كل حاجة ليها اندكس، كل حاجة ليها ريكومنديشنز يعني وليها قوانين بنمشي عليها. ما فيش خلاص الهوى ده، احنا كل ما العلم بيتقدم خلاص بتحط رولز وقواعد حتى في التشخيص، في قواعد في العلاج، قواعد في كل حاجة. ما ينفعش انا النهاردة اقول لا اصلا انا كأمير شايف ان دي هتعمل عملية ويجي فلان يقول لا انا شايف ان دي هتمشي بالعلاج الدوائي. ما فيش الكلام ده دلوقتي، احنا خلاص وصلنا العلم يعني كل يوم بيصل للذروة بتاعته. ازاي انا لغاية دلوقتي ادخل ببنت العمليات وافتح بطنها وما الاقيش الكيس اللي انا كنت شايفه ده؟ حاجة مؤسفة جدا، حاجة مؤسفة جدا للأسف. إن شاء الله بعد الفاصل نشوف بقى الفقرة، أنا يعني هحاول أسيب لها وقت أطول لأن الفترة هتبقى الفقرة دي هتبقى ممتعة جدا جدا جدا، والناس بتسأل عليها من الأسبوع اللي فات. أنا أقول لكم برضو الفقرة التانية اللي حصل برضو مع
اول ما نزلت اعلان للضيف الاسبوع اللي فات ايه اللي حصل. ناخد فاصل ونرجع مع الضيف بتاعنا ان شاء الله. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القراص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القراص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القراص، ممكن يضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. رجعنا لكم تاني. السمنة المفرطة مش مجرد مرض، ده متلازمة أمراض، يعني لا تأتي فرادة أبدا. عادة تلاقي مريض السمنة المفرطة معاه ضغط، سكر، خشونة، وكثيرا من الأحيان اللي بنشوفها دلوقتي مشاكل في الخصوبة. زمان كان مريض السمنة المفرطة مخير بين أمرين صعبين جدا، يفضل زي ما هو يواجه المشاكل الكتير ومضاعفات السمنة، يا إما يروح على الجراحة مضاعفات الجراحة،
لكن دلوقتي الموضوع مختلف تمام. احنا في ثوره، في ثوره تقدم جراحات السمنه المفرطه، وكمان دخول المناظير بقى الموضوع سهل خالص، لدرجه ان هو بقى وان داي سيرجري، جراحات يوم واحد، والمريض تقريبا بيخرج في نفس اليوم. وبنشوف مشاكل الحمد لله يعني بقت منعدمه، مش هقول قليله يعني، ما بنسمعش عن مشاكل العمليات السمنه المفرطه، وخصوصا برضه بعد وجود جيل عملاق ومؤهل جدا من جراحين السمنه المفرطه زي ضيف النهارده. يكفي ان انا اقول لكم ان عن ضيف النهارده، ان انا الاسبوع اللي فات اول ما نزلت اعلان الحلقه على الصفحات بتاعتي، ودي كانت اول مره تحصل من ساعه بدايه البرنامج، ان الاقي كميه تليفونات وكميه رسائل احنا عايزين نتواصل معه، عايزين تليفونه وعايزين نروح له، احنا بنسمع عن نتائجه المبهره، او حضرتك تعرفه، او والله يا جماعه ده دفعتي، طب عايزين تليفونه لو سمحت الشخصي، عايزين نروح له، احنا بنسمع كل خير عن النتائج بتاعته. ضيف النهارده دكتور نادر ناصف، مدرس واستشاري الجراحه العامه وجراحه السمنه المفرطه والمناظير بكليه الطب عين شمس، وحاصل على الدبلومه الامريكيه لجراحات السمنه المفرطه. نورتني يا فندم. نورتني يا دكتور امير، اتشرفت بيك. انا بس عايز اعرف الناس في البدايه يعني ايه سمنه؟ يعني ايه سمنه مفرطه؟ يعني ايه اوفر ويت، زياده الوزن؟ ايه ثلاث مسميات افرق بينهم ازاي؟ تمام. طيب يعني لما هنتكلم عن السمنه، عايز اوضح للناس انه هي ما بقتش عباره عن وزن ولا مقاس ولا شكل وخلاص. السمنه خلاص بتعرف انها مرض، ومرض وبيتتبعه مجموعه امراض تانية بتيجي معاه. زي ما حضرتك كنت لسه بتقول، ما بيبقاش مرض واحد، لكن كل مرض بيجيب التاني. فبالتالي ابتدينا نبقى شايفين ان هو مرض لازم له علاج، ولازم له علاج جذري يخلص القصه تماما. وزي ما كنت لسه انت بتقول، ان وجود المناظير، وجود الدباسات الجراحيه، خلى ان الموضوع في الاخر يوم بيتقضي في المستشفى، الدنيا بتبقى سهلة وبسيطة فيه، مش صعبة خالص زي زمان، يقضي بقى على السمنة بمضاعفاتها كلها. السمنة عامة هي تجمع طبعا من الدهون في جسمنا، ودايما لما اقول تجمع الدهون مش عايز الناس تركز مع الدهون الخارجية، الناس تقول لك انا عندي كرش، انا عندي شوية دهون، مش ده الحقيقي. الحقيقي هو ان في زي دول كتير جوه الجسم، سنترال بالظبط، اللي هو بقى على الكبد، فما بين الامعاء، الكلام ده كله، وده بيدي اكتر واكتر مشاكل اكبر بكتير. فدايما نقول انه ما تبصش بس للي بره، فبالتالي دايما بوزن الوزن كله، وبحسب ما يسمى بمعامل كتله الوزن. ومعامل كتله الوزن ده في حد ذاته كل ما بيرتفع ابتدي اشوف مرتفع زائد ابتدى يسبب امراض ولا بس مرتفع. لو بس مرتفع، لو عدى من الأربعين كده خلاص احنا بنشخص سمنه مفرطه. يعني ايه كلمه سمنه مفرطه هنا؟ معناها هشوف مضاعفات كتير من السمن. معناها لو سبت نفسي كده هخش في مشاكل كتير وحاجات كتير احنا مش قدها. معناها لو بس عملت دايت ولا رجيم احتماليه النجاح موجوده، مش موجوده بس قليله قوي. وعايزه مثلا تقعد عامل دايت سنتين مثلا ولا حاجه، فده برضو حاجه مش سهله خالص يعني. خلينا نذكر للناس كده المضاعفات، يعني خلينا نخوفهم شويه بمعنى اصح يعني. لا يعني احنا مش بنخوفهم، بس احنا بنحاول نخليهم يساعدونا ويبقوا هم زي دكاتره لنفسهم، ياخدوا بالهم من الحاجات دي. عيان السمنه عاده اول حاجه بيبتدي يجيله ضغط، بيبتدي يجيله سكر من النوع الثاني. الضغط بيروح لدكتور القلب وياخد علاج للضغط. السكر بيبدا ياخد ادويه للسكر. بعد كده يجي له مفاصله تبتدي توجعه، وزن تقيل جدا على المفاصل. وبعد كده عندنا حاجات بقى دي اللي ما فيهاش هزار خالص، زي لا قدر الله توقف النفس اثناء النوم. ابنيا، سليب ابنيا. سليب ابنيا. ده المريض لما بيجي لي بساله، انت في وسط الليل تصحى على زي كرشه نفس او زي مش قادر تاخد نفسك؟ يقول لي كتير جدا. اقول له طب انت لما تصحى الصبح تحس ان انت كانك ما نمتش بالليل وصحي تعبان مع انك نايم؟ يقول لي جدا، وساعات اروح الشغل كاني نايم. دي بقى من الحاجات اللي المضاعفات اللي ما فيهاش هزار خالص، لا قدر الله ممكن مره يتوقف النفس، ما يعرفش يرجع تاني. مشكله كبيره، مشكله كبيره جدا جدا. فدول بناخد بالنا منهم قوي. وطبعا بيبقى حلو قوي وانت بتتابع المريض بتاعك، وانت عارف ان هو بياخد ادويه ضغط وادويه سكر وادويه حاجات كتير، ويبتدي مع كل زياره وهو بيتابع معاك في العياده يقول لك انا وقفت ده والسكر،
انا وقفت ده الضغط، انا وقفت كذا، فيبتدي يبقى خد حل جذري خلص له القصه كلها. فعلا انا بشوف نتائج مذهله، مش كقصه وزن بس، انا بشوف مرضى فعلا ضغط وطول عمرهم بياخدوا ده وده، اقوم وزنهم بيبدا ينزل بعد العمليه لرقم معين، فعلا تلاقي بدون اي علاج. يعني الناس اللي كنت بتلاقيها ارقام عاليه 180 على 120 200 على 100 وحاجه، بس فجاه تلاقي ضغطه نزل لوحده وانت بتشوف منه ارقام عمرك ما شفتها عليه. احنا بنقول ان السمنه بتسبب امراض مش بس بسبب الكتله الدهنيه، لكن هي بتعمل نوع من الالتهاب في الجسم، فبيبتدي يبوظ حاجات كتير في الجسم بهرمون، يعني في حتت اقصد علميه باثويز انه الشخص من الدهون يبتدي يواجه مشاكل. التمثيل الغذائي بتاعه عموما كله الضغط بتاعته مش مظبوطه، كله بيطلعوا. وطبعا الحته المهمه جدا اللي معانا النهارده اللي هي قصه الخصوبه، بيجي لي ناس كتير جدا وزنهم تقيل بقالهم فتره مش بيقدروا يحملوا، عندهم تكيسات على المبيض، وبعد فتره بتدي الدنيا بعد العمليه تتحسن جدا جدا ويفرق معاهم جامد يعني. لدرجه فعلا انا كنت بذكر حتى المره اللي فاتت المرضى اللي بيجوا فعلا باوزان عاليه كده وعايزه تعمل حقن مجهري، انا اقول لها اتفضلي فلوسك روحي اعملي بيها التكميم وهتكسبي كذا مكسب، مش هتكسبي بس الحمل، لا انت هتكسبي اولا مش حمل واحد، انت بعد كده تحملي سبونتينيوس او تلقائيا لوحدك بدون اي تدخلات او حتى تنشيط، هتلاقي نفسك حملتي، هتكسبي نفسك بقى وصحتك، هتعرفي تلبسي لسنك، هتبقي زي ما حضرتك عم نعمل بقى الصور بتاعت الحالات بتاعت حضرتك. حلو قوي حته سنك دي اللي انت قلتها، لان انا عندي مرضى كتير يجوا لي دايما ده يكون التعبير انا صغرت 10 سنين، ال 30 كيلو اللي خسسوني دول بقيت زمان اقول لاولادي انزلوا اتفسحوا انا ما اقدرش اقعد اجري وامشي والكلام ده، دلوقتي بقيت انا بمشي معاهم واصغر في السن. ممكن نعرض بس الصور بتاعت حالات دكتور نادر، انا صراحه يعني صور رائعه. انا احنا عندنا مجموعه كبيره قوي من جدا الصور منها صراحه. تمام. صراحة الشغل يعني ما شاء الله عليك بيتكلم عن نفسه يعني مثلا هنا هو معانا مثلا مريضة ودي دوبك عدت شهرين ثلاثة من العملية، ما كانش أكتر، كانت 110 وصلت حوالي 88 في وقت قصير قوي وبتكمل، والحالة العامة كويسة خالص الحمد لله. نجيب صورة تانية مفيش مشكلة. دي برضو مريضة تانية، دي برضو كانت داخلة كانت حوالي 115 وبعدين بعد العملية دلوقتي وصلت حوالي 65، كان آخر زيارة ليها معانا. نزلت النص تقريبا. طبعا لا العملية بتخسسني 50 لـ80%، دي مثلا كان وزنها 115 دي دلوقتي 73، برضو فرق كبير جدا. عندنا طبعا امثله كتير جدا، صور ممتعه عندي كتير جدا جدا. مثلا برضه من 110 بقينا حوالي 73 74، فطبعا فروقات كبيره جدا. وانا دايما بقول ان احنا بنحاول نعمل مجتمع للناس اللي عايز تعمل عمليه، لان بيكون في حد طبعا كلمه عمليه بتخلي الناس تكش. عمليه لا الناس تسمع كلمه عمليه تخاف على طول. احنا عايزين نطمن الناس ان ده ما بقاش الوضع خالص. اول حاجه المنظار سهل الدنيا جدا، تخش تعمل عمليه كبيره مليانه تفاصيل كلها في الاخر انت طالع عندك 3 4 تعوير مش بروح فتحات المنظار، اكبر فتحه فيهم سنتي ونص. ودي اللي بتدخل الدباسه الجراحيه عشان نعمل القص، بس في الاخر ده بيخلي ان الوجع على الجسم قليل جدا جدا، بيخلي الموضوع مش كبير قوي كده. احنا كده كده كمان اي حد هيتواصل معانا للعياده او كده بنحب نخليهم يقابلوا بعض، يعني انا خايف من العمليه وانت عملت العمليه تعال نتكلم، لا يا عم ده حصل كذا الوضع كذا، يبتدوا يطمنوا بعض. يعني بنعمل عندنا جروبات فيسبوك واتساب وكدهوت، ينفع اي حد يخش حتى يسال اي سؤال اللي هو عايزه بقى، يا جماعه من خبرتكم ايه الاخبار كده يعني، ولا هيرد عليه بقى اللي هو الخبره والطبيب يسال مجرب واسال، لا الطبيب هيرد عليك واللي مجرب كمان هيرد عليك. ايوه بالظبط، احنا اللي بنعمله فعلا كده بنتابع كلامهم كلهم مع بعض ايه، لكن بنسيبهم هم يقولوا لبعض الخبره الشخصيه. لكن بس اقصد انه انت دلوقتي لو قعدت في اي قعده النهارده ولا اي خروجه ولا كده، غالبا بتلاقي على الترابيزه في 2 3 عاملين تكميم او تحويل، والموضوع بقى الحمد لله بسبب العمليات بالمنظار بسبب الدباسات الجراحيه بسبب الخبرة
مع اوزان. طبعا الاوزان دلوقتي عماله تعدي جامد جدا، فلما بيجي لي حد وزنه 120 او 130 ده بالنسبه لي خفيف. يعني لما بنوصل ل 180 و200 ماشي يعني، ها يا دوبك يعني. ودول بقوا كتير، بقوا كتير، مش عدد قليل يعني. ايه انواع العمليات بقى؟ اسمع عن تكميم، طيب، تحويل مسار، بالون. بالظبط، احنا عندنا انواع عمليات كتير قوي، وكلها بتبدا بان انت لما تيجي العياده نعمل لك تقييم. التقييم ده بيشوف وزنك وطولك وبتاكل ايه وبتحب ايه وايه اللي بتاكله كتير، كل التفاصيل دي. ومنها ابتدي اتحرك ناحيه تكميم، لا تحويل، لا اشفط دهون، لا كبسوله، يعني ايا كان. كل عمليه متفصله لصاحبها، مش هو اللي بيختارها، هو اللي يقدر فمثلا اول حاجه ببتدي احسب معامل كتله الوزن واشوف هو كام. مجرد ما عدى من ال 40 ابتدي اسال الشخص على نوع الاكل بتاعه. لو بياكل رز وعيش ومكرونه ونشويات التكميم هينفعه قوي. لو بياكل سكريات في الاساس يقول لك بشرب لتر بيبسي في اليوم، بيجي لي كده في العياده يقول لي بشرب لتر بيبسي في اليوم ومش ناوي ابطل مثلا. فدي بتبقى القصه بالنسبه لنا، بتحصل كتير. فعلى حسب بقى نوع اكلك مع نوع وزنك نبتدي نقرر. يعني مثلا خلينا ناخد مثال اهو دلوقتي، عمليه تكميم المعده. تمام، دي كده عمليه تكميم المعده. دي الجزء اللي بيتبقى في الجسم ده الجزء اللي بيتشال، فده كده الجزء ده هنشيله خالص، والجزء ده هو اللي هيتبقى. فاحنا كده اتبقى عندنا الحته دي كده. طب انا اخس ازاي؟ اول حاجه انا عندي هنا هرمون الجوع كان بيطلع في الحته اللي انا شلتها دي، فهي دي نفسها انا لما شلتها الشخص بيجي بعد العمليه يقول لك انا بقالي اسبوع ماشي على سوائل ومش جعان اصلا من اساسه. تاني حاجه طبعا دي انت ما تقدرش تاكل عليها غير طبق صغير خالص، حاجه صغيره جدا. انبه على الناس انه بياكلوا بروتين عشان ده المهم، وبياكلوه كذا مره، يعني ما ياكلش ثلاث وجبات زي زمان، بياكل خمس ست وجبات، كل ثلاث ساعات ياكل الوجبه بتاعته، بس في الاخر وجبه صغيره. فده لما بيحصل ان انت بتبقى بتاكل كميه صغيره، نوعها مش محتاج بقى، عارف الواحد يحس انه عايز يدب اكله جامده عشان يحس ان هو ممتلئ او عيش او كده، لا مفيش الكلام ده خالص. شويه جبنه بيضه بشويه خضار هيبتدوا يحسسوا انه هو شبعان، فكده اللي داخل الجسم مفيد ياخد المفيد ويسيب بقى الحاجات اللي كان بيعك فيها زمان. بالظبط كده. فهي دي الفكره، ان بتخلي الشخص يخس من 50 ل 80% من الوزن الزايد بتاعه. تمام، دي عمليه تكميم. نيجي لتحويل المسار. تحويل المسار ببساطه شديده ان انا بخلي الاكل ما يمشيش في المسار الطبيعي بتاعه، بعمله باي باس، بخليه في حته يفوتها، فالحته دي كان بيحصل فيها امتصاص، فالامتصاص ده ما حصلش، فبيروح حاصل انه الاكل يخش من المعده، ناخد حته كده صغيره من المعده على الامعاء على طول، فكل الدهون اللي كانت المفروض تمتص، كل الحاجات دي، كل ده خلاص. دي ميزتها طبعا بتخسس بقوه، ان انت ترجع عليها، ان انت ترجع تتخن صعب شويه، لكن الفكره كلها في انه اللي بتقدر لو حصل واكلت سكريات مش هتتخن جامد منها. يعني دي مثلا تخيل حطينا عليها لتر بيبسي، ما هو البيبسي هتمتص، هتروح فين؟ لكن التانية لا، الدنيا بتنفع معاها في الحتة دي. فدي التحويل. نقطة سريعة بس عن التحويل قبل ما نسيبها، التحويل بالنسبة لمرض السكر، مرضى السكر طبعا التكميم والتحويل الاتنين يكادوا يكونوا بيشفوا مرض السكر. طبعا بكلم على السكر من النوع التاني مش من النوع الأولاني. ده بيبقى انه التحويل والتكميم بيأثروا فيه تأثير كبير جدا. يمكن التكميم بيبان دورها جامد كل ما يكون المريض جاله سكر من سنتين بس او ثلاثة، وكل ما يتأخر، جاي لي عنده سكر بقاله 15 سنة، يبقى التحويل بالنسبة له أظبط. والمهم قوي يعني الواحد يقوله في الحتة دي، انه التكميم هتخلي السكر يروح من خلال انها هتخسس الشخص كله. التحويل ممكن يدوبك شهر ولا اتنين بعد العملية ولسه ما خسش كله، ويبتدي يقلل أدوية السكر، يبتدي يوقفها، يبتدي الأمور دي تظبط معاه كويس قوي. طيب قصة بقى البالونة اللي سمعنا عنها الجديدة دي، عشان في ناس كتير يعني سألتني السؤال ده وقالت أسأله حضرتك. الفكرة الجديدة فكرة الكبسولة. الكبسولة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كبسولة بتتبلع بعدين بنملاها وهي في البطن، فتبقى عاملة بالظبط زي البالونة القديمة. بس زمان البالونة كانت بالمنظار، فبخش أدروخ شوية ويحطوا لي حاجة لغاية ما أحطوا البالون. الكبسولة دي أنت ما بتاخدش أي بنج ولا أي حاجة خالص. تاخدها ومجرد بنعمل أشعة بس، لما نخلص نطمن إنه الأمور ماشية كويس وإنه قادر يعني خلاص الدنيا استقرت في مكانها واتملت كويس والكلام ده. لكن زي ما كنت بقول كل حاجة ليها الحاجة اللي تناسبها. فالكبسولة مش هتخسس زي البالونة، أقصاها 10-15 كيلو. فما ينفعش تجيلي واحد وزنه 150 كيلو وده يطلب كبسولة أو بالونة.
150 كيلو ومثلا طوله 170 مثلا او 180 حتى، ما ينفعلوش غير يا تكميم يا تحويل. احنا نتكلم جوه التكميم والتحويل، لكن يجي يقول لي عايز اعمل شفط دهون او عايز اعمل كبسوله او بالونه، انا لازم اشرح له الموضوع والمناسب ليه. هي دي النقطه. كمان قصه الكبسوله دي بتفكرني بحاجه، هو قصه اللايف ستايل. ما انت خلاص تاثيرها الثلاث شهور خلص، لو رجعت زي ما انت في النشويات والاكل قبل النوم، وهترجع هم ال 15 كيلو خسيتهم هترجعهم تاني. كلام حضرتك صح 100%. لازم في حته بنقولها دايما، بنقول ان عشان الشخص يوصل لوزن كويس عندك ثلاث حاجات لازم تعمله. عمليه معموله كويس ومتشال فيها كل المناطق المهمه انها تتشال، دي اول حاجه. نمره 2، المريض يبتدي يساعدني في ان هو يغير طريقه تفكيره. يعني انا لما اقول لك ان في مريضه على اليوم الخامس من العمليه تكلمني تقول لي اكل حاجات قد كده، طب ازاي حضرتك حتى المعده لسه بتلتئم؟ فهنا بتلاحظ ان المشكله العمليه خلصت لكن الدماغ مش هتتغير. الدماغ مصممه تاكل كميات. ناس تانية كتير بقى يبتدي شكلهم يفرق جامد قوي، فهم يقرروا ان هم يساعدوا نفسهم. خلاص بقى ناكل كويس بقى، مش عايز يرجع للي كان عليه، مش عايز يرجع يبوظ الدنيا تاني. الحاجه الثالثه، نبتدي نتبنى حياه اكثر صحه، نتحرك، نلعب شويه رياضه، خضار. انا متخيل لما حد وزنه 150 كيلو ما اقدرش اقول له العب رياضه، يلعب رياضه ازاي؟ لكن نبتدي ينزل، نبتدي يقول يلا بقى نبتدي نتحرك ونلعب رياضه. الناس بتخاف من الالم بعد العمليه. اوكي، طيب الالم عايزين نقول فيه كذا نقطه. اول نقطه زي ما اتفقنا ان المنظار، الاول عايزين نوضح للناس بس يعني ايه كلمه منظار. منظار هي فتحه صغيره بخش من جواها، ابقى باصص جوه البطن، فالبطن كلها من جوه تبقى ظاهره على شاشه عندي اتش دي كاميرا، حاجه يعني بنبقى شايفين كل التفاصيل اللي بتحصل. وبعدين الات رفيعه نص سنتي او سنتي، هي دي تخش من فتحات تانية بتقدر بقى ايه تعمل عمليتك كامله من خلال دول. فالفكره ان انت لما بتصحى عندك من 4 إلى 5 فتحات، اكبر فتحه سنتي ونص. فالفتحه سنتي ونص دي بنقدر نعمل لها كذا حاجه. اولا هي تعويره صغيره، ما هياش الفكره القديمه بتاعت جرح بقى كبير وقصه ومش قادر اتحرك بقى والكلام، مفيش الكلام ده خالص. احنا ساعتين بعد العمليه لازم الشخص يكون بيتمشى في مستشفى، وبنكون بندي بنج موضعي للجروح الصغيره دي، فيبقى هو حالته العامه كويسه ومش موجوع ويتحرك. عضلات جدار البطن نفسها ما اتفتحتش او مفتحتش من بعض، يفرق كتير خالص وخلاص. بعدين عندنا حاجه ثانيه اللي هو اسمه جهاز تسكين الالم. ده بقى قصه لطيفه جدا، كانيولا تتركب يتحط عليها البي سي اي، يتحط عليها ادويه المسكنات بتاعه التخدير القويه، تشتغل في المريض 48 ساعه. كلنا عارفين اول 48 ساعه هم اسوأ 48 ساعه، فبالتالي دي تشتغل لدرجه انه انت عاده ثاني يوم بطمن على المريض وخرجه من المستشفى، بيروح بيها البيت اليوم اللي متبقي ده، اليوم الثالث على طول يروح شايل الكانيولا بتاعته وخلاص والدنيا. فلا الالم بصراحه لا مش للدرجه دي خالص، بيبقى فيه الدنيا بتبقى يعني نقدر نظبطها مع التخدير مع مسكنات، بحيث ان المريض يكاد يكون ما بيحسش بوجع خالص. طيب انا دلوقتي عايز اعمل عمليه وخايف او قلقان. حلو قوي، ده سؤال مهم جدا. احنا في يعني لما بنفكر في ان انا عايز اعمل حاجه وقلقان، اول حاجه بتيجي في بالي عايز اخد معلومات عشان اعرف ده قلقي ده على يعني دليل ولا انا خايف وخلاص. فببتدي اول حاجه لما بتيجي العياده زي ما بحكي بنعمل تقييم كامل لوضع المريض، بعدين نبتدي نديله معلومات كامله عن العمليه بتفاصيلها بمضاعفاتها بكل حاجه بيسمعها من اول لاخر بنسبها. يعني بالمناسبه مفيش عمليه من غير مضاعفات، لكن لما يكون المضاعفات نسبتها لا تتعدى مش هقول لك 0.5%، ده في حاجات 3 في الـ1000 و2 في الـ1000، مش اكتر من كده خالص. فالاول بنشرح له الموضوع، وبعد كده بنخليه يبتدي يقابل ناس عدت في الموضوع قبل كده فيسمع منهم الخبره كلها ماشيه ازاي. فده بيفرق معاه قوي انه يبتدي يبقى اللي هو كان خايف منه يكتشف ان هو مش مرعب قوي كده زي ما هو متخيل. يعني طيب قصه المضاعفات بتفرق من تكميم لتحويل مسار؟ طيب هو طبعا كل عمليه بناء على ايه اللي اتعمل، في مضاعفات لاي حاجه وارشادات عامه لاي عمليه جراحيه لشخص تقيل في الوزن، وفي مضاعفات طبعا ليها علاقه بالعمليه نفسها. يعني في المجمل المريض بتاع العمليه لازم بعدها يشرب سوائل كويس قوي. كلنا عارفين اي عمليه جراحيه وزن تقيل ما تشربش سوائل كويس قوي، دي لا قدر الله ممكن تدخلنا في جلطات. طب لا، لو احنا واخدين بالنا وبناخد الادويه بتاعتنا وبنشرب كويس، لا يبقى ان شاء الله ما نشوفهاش خالص. لكن ما ينفعش الشخص ينسى ويتحركش وياخدش الدواء بتاعه وما يشربش ويحصل معانا طبعا مشاكل. لكن في العموم اي وصله جراحيه بتاخد لها
يومين ثلاثة، وبيبقى كل المرضى بتوعنا متبلغين بالأعراض اللي لا قدر الله حصلت، على طول بيتابعونا بالتليفونات أنا أو أي حد من فريق الطبي المساعد، بيحس إنه بيبلغونا على طول إيه الأخبار. ده كويس إن المريض يبقى عارف احتياطيا بس. يعني الحمد لله. فاكر في مرة حد دخل على جروب الواتساب وسأل إيه المضاعفات، حد رد عليه قال له هتروح للدكتور هيشرح لك كل المضاعفات، طنش كل الكلام الدكتور بيقوله، احنا كلنا الحمد لله كويسين وما حصلش حاجه. هي هي موجوده لكن الحمد لله قليل. طيب هي فعلا هذا يعني مش هقول نادرا، انا نفسي ما سمعتش عن مشكله حصلت في تكميم او تحويل مصاب منذ زمن بعيد يعني. صحيح. يعني صحيح. يعني حتى دلوقتي انتوا موضوع قصه زمان لما كنا ندخل مثلا واحنا نواب، لما نيجي ندخل عملية كبيرة احجز سرير رعاية احجز دم، انتوا بتعملوش كده دلوقتي؟ تقريبا خالص يعني. حتى لسه في حد سألني هو الدكتور لما عمل لي العملية، انت دلوقتي حجزت لي دم ومش عارف ايه، كنت يعني ولادة وكده وكنت هحجز لها ده، انا لما عملت عملية تكميم المعدة لا حجزوا لي دم ولا حجزوا لي رعاية وطلعت في نفس اليوم يعني. لا هو صح من المرضى نفسهم. صح الجمله اللي حضرتك قلتها في الاول خالص، اتس ناو اتس ا داي سيرجري، داي كيس، يوم بقعده في المستشفى ساعتين ارتاح اشرب اطمن ان انت بتشرب كويس قبل ما اروحك، اطمن ان انت فايق وامورك كويسه، تاني يوم يلا باي باي الحمد لله على السلامه يعني. الموضوع ممتع صراحه وكلامك ممتع، عايز اكثر من حلقه، بس في النهايه امتعتنا واحنا مبسوطين صراحه، واعتقد يعني الناس كلها استفادت، انا نفسي استفدت النهارده من الكلام مع دكتور نادر، على وعد ان شاء الله بحلقه جديده وموضوع جديد، وموضوع جديد مع دكتور نادر برضه في قصه السمنه المفرطه والعمليات وتغيير مش مسار بقى، تغيير مسار الحياه عموما، الناس فعلا حياتها بترجع تاني، والناس بتمشي وناس بتشفى من الضغط والسكر، كل دي نتائج مذهله بتاعت جراحات السمنه المفرطه. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جايه وضيف جديد باذن الله. شكرا.